بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد رئيس المجلس العلمي بالأستاذ سيد مدير معهد علوم الرياضة بجامعة حسن الأول سيد نائب رئيس الجامعة السادة عمداء ومدراء مؤسسات جامعة حسن الأول زميلاتي زملائي الأساتذة إخواني الإداريين أعزائي الطالبات والطلبة ضيوفنا الكرام أيها الأبطال الكرام حضوركم معنا أيها الرياضيون أيها الأبطال هو تشريف لجامعة الحسن الأول إني أقف أمامكم وأنا أستحضر يعني المواقف والأوقات التي كانت ترعش قلوبنا وفي نفس الوقت لما كان الإخفاق كنا أيضا نرتعش لماذا هذا الإخفاق وكنتم دوما يعني تحفزون الشباب نراكم أمثلة ونماذج لنا ولأبنائنا بالخصوص فمرحبا بكم أيها الأبطال الكرام نعم لقد تشرفت جامعة الحسن الأول بالترحيب بكم وأريد أن أقول كما يقول الجميع العقل السليم في الجسم السليم فربما جامعة الحسن الأول قد نهجت هذه السياسة لا وهي سياسة الصحة والرياضة ومن ثم كانت المبادرة لخلق أول معهد لعلوم الرياضة على الصعيد الوطني إلى جانب معهد مولاي رشيد لكن أخص بالذكر على النسيج الجامعي فهي أول جامعة تحتضن مثل هذه المعاهد وأريد كذلك أن أقول على أن في ميدان الصحة جامعة الحسن الأول تحتضن كذلك أول معهد عالي لعلوم الصحة بالنسيج الجامعي المغربي فلا يمكننا إلا أن نفتخر بهذا وأن نقول أن نتمنى التوفيق لهذين المؤسستين إلى جانب جميع المؤسسات بجامعة الحسن الأول من منكم لا يتذكر الأوقات التي نراها الآن فغير حضور للوجوه الكريمة اللي كنشوفوها معنا فهذا تشجيع لطلبتنا وتشجيع لنا كذلك فبغينا نرحب بكم ترحاب كبير خاصة الناس ديال شكون اللي غادي يلعب معنا الائتلاف الصحفي اللي راهو معنا في العشية كنرحب بهم بزاف باش يتكيسوا علينا مرحبا بنساء ورجال الصحافة الذين أتونا من على الصعيد الوطني ومحليا مرحبا بالمجتمع المدني أريد أن أهنئ المعهد العالي لعلوم الرياضة على هذه المبادرة الطيبة مبادرة بالحق تستحق كل تلويع وكل تشجيع هنيئا لك سي عبد العالي إدر على هذه المبادرة وربما كنت وراء الفكرة فكرة خلق هذا المعهد علوم الرياضة ولكن العمل الجاد المشترك لجميع الأساتذة وجميع الإداريين وكذلك المسؤولين هو الذي يعني تركنا نحس على أننا نجحنا في هذه المهمة فهنيئا لك هنيئا لأساتذة المعهد لإداري المعهد ولطلبة المعهد متمنيا لكم التوفيق ودعني انطلاق هذا الأسبوع الرياضي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نشكر المسؤولين على المعهد الرياضة جامعة الحسن الأول في هذه المبادرة القيمة والطيبة و يعني المسألة كانت أفضل أحسن لأنه لأنه الحاج عربي مبارك عنده حكاية مع مدينة الصفاق كان عارفوا بأنه سنة 1971 البطولة ديال المغرب كانت تربحها الفريق ديال الهندسة الصفاقية وكان المدرب آنذاك هو المرحوم الحاج عربي مبارك وكانت منافسة مع فريق الجيش المغربي
فيعني هذا الجانب هذا ولكن تفرج في 13 دقيقة الأولى من شهر وثائقيا نشكر سي أحمد لأن أثر الفترة هذه اللي هي الحقيقة ما معرفاش بزاف من حياة العبد المبارك الحياة ديالو في المغرب كل اللي شي في فرنسا المشكل اللي كنا وقعنا فيه قبل الإعداد ديال هذا الوثائقي هو أشنو كنا نقدمو للمغرب عموما بعدا والخزانة الريادية وحنا كنديرو مشاريع وثائقية على حال العبد المبارك لأن أنا شخصيا كنسمع أخونا صغير بحال العبد المبارك الصورة ديال كرة القدم المغربية ولكن حياته والتفاصيل ديالها أنا شخصيا ما كنتش عارفها ومن جيت نقلب في الخزانة المغربية ما لقيتش شي حاجة كثيرة كان كتاب ديال الصحفي سي حسين حياني كان واحد الفيلم شريط سينمائي وشريط وثائقي تنضم في القناة الأولى ولكن أنا فضلت أننا نلحقي يكون من الناس من الأماكن اللي عاش في معروف مبارك حياته الكروية بالخصوص يعني فرنسا وإسبانيا من هنا بدأت رحلة البحث على الناس اللي خصوصا في الفترة الأولى ديال حياة معروف مبارك الملعب في اليسام والعب في أولمبيك مارسيل كان صعيب أن نلقاو الناس اللي عايشوا وشافوا أنه في العالم المرحلة الثانية كان يعني أسهل نوعا ما في المرحلة الأولى فكان ما كانش عندنا خيار ولكن لقينا صحفيين فرنسا اللي عايشوا ناس عاشوا مع عبد المبارك لأنه عبد المبارك لعب في أولمبيك مارسيليا ومن بعد الحرب العالمية الثانية لعب في باريس سان فرونسي على باش تشرح هذا الشيء هما اللي عرفت ثلاث سنوات في الصدر الفرنسي فلقينا صحفيين اللي عاشوا مع الناس اللي لعبوا مع الحرب العالمية الأولى لأنه مني وأنا كنبحث في الفترة الأولى ديال الأولمبيك مارسيليا تقريبا خديت كاع التشكيلة ديال فريق الأولمبيك مارسيليا كاع اللاعبين كانوا ساعة توفوا في المرحلة الثانية كان جوج فونتين اللي لعب مع العربي مبارك ورايمون كوبا لعب مع العربي مبارك في المنتخب الفرنسي وعاد باش خدينا ايضا صحفيين كان واحد صحفي في مارسيل كان كيشارك في واحد الصحيفه في مارسيليا في الفتره الثانيه ديال العربي مبارك لما لعب في اولمبيك مارسيل عام 1954 وكان لعبوا النهائي ديال كاس فرنسا فهي كانت واحد الرحله قادتنا من المغرب الى فرنسا الى اسبانيا ثم الى تونس علاش تونس لانه ربما شفتوا راشد مخلوفي هذا اللاعب الجزائري كان لعب مع العرب المبارك المنتخب يعني في منتخب مغاربي لعب ضد المنتخب الفرنسي سنه 1950 وكان عنده واحد العلاقه وافده مع العرب المبارك لذلك فاختارنا يعني من فرنسا ومن اسبانيا ومن المغرب ايضا كان حاضر معنا سي العيد المهمين اللي كان نحييهم من هذا المنبر تو كان حاضر معنا فبالنسبه لاسبانيا كانت الامور ربما كانت اسهل نوعا ما علاش؟ لانه كاين جمعيه محبين منظمه بواحد الطريقه كبيره في اسبانيا فكان يعني الاتصال بجمعيه المحبين ولقيناها فتحتنا جميع الابواب يعني الناس اللي خدينا معاهم في اسبانيا كانوا تقريبا كانوا 4 أسماء في دار واحد لاعب مغربي يعيش في سبتة حاليا فهذوك اللاعبين هذوك يعني جوج الناس كانوا شافوا العرب المبارك يلعب في اسبانيا وهذه الأهمية ديال لأنه ملي كتشوف ملي تشوف العرب المبارك وفي الفريق ماشي بحال يعني السماع فجوج الناس شافوه كيلعب ولذلك أن واحد فيهم أول مرة كان تلقى به وكان هضرنا وياه قال لي أول مرة نشوف عرب المبارك يلعب غادي يضرب بينالتي ضرب الكرة ضرب البارة رجع حتى نص بينالتي يعني باش يبين القوة ديال البدنية ديال الحارس عرب المبارك وكيفاش كانوا كيشوفوا يعني هذا شاهد أخرى هو كيقول لك بأنه العرب المبارك أحدث ثورة إسبانيا كرة القدم إسبانيا لانه فاش جا عربي مبارك من اسبانيا سنه 1948 مع اتلتيكو مدريد كانت الكره الاسبانيه كتعتمد كلها على القوه البدنيه لان النموذج الانجليزي هو السائد
ملي جا لعب المنبر ولا كيشوفوا الكره السهله اللي دريبل من تما فقى الفريق ديال المغرب تيجي الاستفاضه. لانه لعب المنبر فتح واحد الباب بالنسبه يعني الفرق اسبانيا باش انها تعتمد على الاجانب وتعتمد على الكره الاسبانيه. هو يعني مشى بعيد وقال لي تيكي تاكا على لعب المنبر هو اللي جاب هو اللي جاب اسبانيا ماشي يعني الفريق برشلونه ولا اي فريق اخر. وبالتالي فكانت الخريطه بالنسبه لي شخصيا كانت رحله مفيده جدا لانه البحث حياه عربي مبارك اللي فتح افاق للبحث في يعني في مجالات اخرى. كي سي اكسكوزي بور سون ابسونس. مرشوق الجماهير صاحب الرأسية الذهبية التي أهلت المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم لكرة القدم سنة 98-1900 هو الذي ارتبط اسمه بفريق النهضة السقاطية ممتنعا عن التخلي عن أحلامها رافضا الاعتراف بأكثر بأوروبا والخليج متمسكا بأصوله مرتبطا بأسرته الصغيرة هو اللاعب المعطاء خالد رغيف فليتفضل رئيس جامعة حتى الأول ليقدم له التذكرة فليتفضل مشكورا. Je passe à la deuxième athlète présente parmi nous, nommée meilleure sportive marocaine au titre de l'année 2018 et qui a remporté la première médaille d'or aux Jeux Olympiques de la jeunesse. C'est Fatene Zahra Abou Faras. لاعب سابق بالمنتخب الاولمبي الجيش الملكي وكذا يوسف ياسبورشيد فائز بالدوري القطري المنظم سنه 86-1900 برفقه الفريق الوطني للشبان هو اللاعب ذو العطاء الكثير عبد الغني العثماني فليتفضل مشكورا. وليتفضل السيد رئيس جامعه الحسن الاول بتقديم التذكره. لاعب دولي سابق ذهب وحضور في الميدان الرياضي بعد اسمه وارتبط بمدينة ستارت هو اللاعب أحمد مسلم فليتفضل مشكورا وليتقدم السيد مدير
يتسلى مهامك السيد عثماني فليتفضل مشكورا. الصحفي سيان بوش عذر عليها الحضور، لذلك سيقوم بتنشيط الجثة العلمية الصحفي سعيد ياسين فليتفضل مشكورا. سعيد ياسين مازال عندنا واحد المتدخل اخر هو استاذ محمد شروف الاعلامي محمد شروف تفضل معنا هنايا. اذا هذه الجلسه العلميه الاولى التي ستناقش موضوع الاعلام والرياضه. بالمجدون جلس تم أصور لك بتكتير كورة خلص نطق وصور غط صور الكورة وتكتير حضور الكريم لاحظت وغنطلق الجلسه الاولى حول موضوع الاعلام والرياضه التي يؤسسها مجموعه من الخبراء والاعلاميين والباحثين في المجال. وضربه البدايه ستكون مع الاستاذ بالعيد ويمين الذي سيقربنا من تجربه الاذاعه المتخصصه راديو مارس. استاذ بالعيد ويمين هو صحفي رياضي من رواد الاعلام الرياضي من المغرب وله مجموعة من التجارب الإعلامية إلى جانب أنه فنان في فن الكاريكاتير. تفضل السي بلوي. أنه عندنا بطل كبير وكبير العيبولي سابق ساهم في عام 1970 إلى جانب رقم عمان تعرفونه. سأعطي الكلمة لأن بكل صراحة أتمنى أن مستقبلا لما يكونوا أبطال من هذا المستوى وهذا الوزن تعطاهم الكلمة سنعطيه الكلمة حتى لا يعود يضطر بضاء غاضبا علينا على الأقل. السلام عليكم. أنا تنطلب من السيد الرئيس سعيد التونسي واسمح لي نخليت كلمة قبل ما نشتشر ولو أنه أنا ما يعني ماشي في رئيس أزمة. غير حاجة اللي بغيت ندير في الرأي العام الرياضي المغرب أول بطولة عربية إفريقية مسلمة غدا تبان في كأس العالم في أوروبا. قد الإنجليز قد الألمان قد لافرانس لهروب المهم فإذا به تنشوف أنا خجلت من نفسي لو كنت ما تنحتربش الناس نمشي في حالاتي من سي هذاك الفريق السبعين أول كأس عالم في العربي المسلم افريقي ومغرب ما تيهمش علاش على الاقل صوره ديال اللعابه اللي ما فرحوا اللي باقي الحين. اذا هذا المغرب في السبعين ما كانش هو اول فرقه بانت في كاس العالم. هذا الشيء بغيت نقول لكم شكرا. هذا هو المباشر لان قالوا لي شنو المباشر انا درت
المباشر دابا. شكرا اسمح لي سي بنعيد، شكرا جزيلا ونعيد التصفيقات على السي غاندي وداعمين جميع المنتخبات المغربيه. مساله تنظيميه سي بنعيد، كل متدخل عنده 15 دقيقه نحاولوا نلتزموا بها باش من بعد نتفاعلوا مع القاعه وتكون المناقشه مفيده. تفضل سي بنعيد. شحال الدار يا سعيد؟ انا الدار 5 دقائق وعندي 10 دقائق. الوقت بدا ضايع ان شاء الله. على عين الله، مرحبا. ومن المشاكل المطروحه وطرحها الان سي سعيد سعيد غاندي، وهي القضيه وشفناها في فيلم حول عربي مبارك، عربي مبارك اللي غياب لسوء الحظ ديال الارشيف، وكذلك ذاكره الرياضه في المغرب تواجه مشاكل كبيره وكبيره جدا، واحسن دليل على ذلك هو ما قاله ايجاز وايجاز كبير، ولكن كان على حق سعيد غاندي. أبحاث ميدانية قليلة خصوصا في الميدان التاريخي، وأنا أفهم الأصدقاء اللي قام مجهود كبير وكبير جدا لمحاولة قراءة لمسار العبد المبارك حياته كذلك. كاين جوج محاولات، كاين فيلم وكاين ريبورتاج اللي شفتو اللي هو بكل صراحة مستوى عالي مهنيا احترافي، وكذلك يؤرخ لمرحلة مهمة من تاريخ كرة القدم ومن خلال هذه المرحلة وهذا المسار ديال عبد المبارك عن المغرب. المغرب لأن شفنا أسماء، شفنا أصوات، شفنا عدد كبير من الشهود العيان الذين عاشوا واحد النجم اللي كان نجم أوروبي. هذا يعود هذا المشكل المطروح هو هذا كذلك، لأن عبد المبارك لعب بأوروبا وصرف بالعبد المبارك كلاعب محترف في أوروبا، وشاهدتم فريق فرنسي فريق كأس العالم كذلك الذي يستقبل بحرارة العبد المبارك، ربما هذا الاستقبال لم يراه ولم يعيشه في المغرب. لماذا؟ لأن كاين تغيير ديال القراءة التاريخية للرياضة، الرياضة فيها الآن قراءات اقتصادية كذلك قانونية، كاين محاولات ولو بسيطة بدائية في علم الاجتماع السوسيولوجي، ولكن تغيب عن القراءة التاريخية من خلال تحليل تاريخي صرف يحترم النمط العلمي المتعامل به الان في الجامعه المغربيه. الان طبعا الامور تتغير وتقريبا، وهذا جد ايجابي في المغرب الان حول الرياضه، تقريبا كل اسبوع هذه اللي كاين الصدر تخرج كتاب اخرهم ديال العكاري حول السياسه العموميه اللي خرج هذا الاسبوع، اللي تنقول انا الطلبة أنهم يبدأوا يهتموا بالنشر الرياضي، لأن هناك أشياء مهمة يتم النشر ديالها وأبحاث قيمة، لأن وراءها باحثين جامعيين. هذا تغيير جذري تتعرفه الرياضة المغربية، وهذا إيجابي وربما سيحيلنا على العودة إلى قراءات تاريخية للرياضة المغربية، لأن ماشي الصحفي الدور ديالو هو أنه في كثير من الأحيان أنه يقوم بالعمل التاريخي، خص التعامل بين التاريخ المؤرخ بالمؤرخ والصحفي مثلا للقيام بهذه العمليه. الان بعين الشق قام بعض الدكتوران بعض الطلبه اللي هم في الدكتوراه في التاريخ بخلق واحد الهيكل اللي غادي يسموه تاريخ الرياضه المغرب طبعا، وهذا سيكون ايجابي بالنسبه لهذا الفراغ الذي عشناه حتى الساعة، والذي يخلق مشاكل بالنسبة للأجيال، أجيال كرويين مثلا. جيل الذي تحدث عنه سعيد أطال الله عمره جيل ديال السبعينيات، كاين جيل كذلك ديال الستينيات اللي هما كذلك لعبوا في إقصائيات كأس العالم، الكل يتذكر. ربما الشباب أنتم ما كتعرفوش هذه القضية ما عشتوهاش، ولكن كاين واحد الجيل اللي عاش هؤلاء الذين عاشوا إقصائيات آنذاك ضد إسبانيا، وكان هذا الجيل اللي جنب عبد المبارك، وفيه لاعبين مستوى عالي ربما يستحقون نفس الاهتمام الذي كان وراء العمل ديال فيلم هذا الروبورتاج. من حجوب مثلا بخاجي با، الى شفتي الفرنسيين الفريق الوطني الفرنسي كان ضمن عبد المبارك ضمن حجوب، وكانت البطوله الفرنسيه في الستينيات قبل بعد الاستقلال بالنسبه لنا احنا كانت مكونة من 40% ديال اللاعبين المحترفين كلهم مغاربة،
اللي اشتهرت بالصورة ديال المحجوب ديال حسن قصبي ديال كذلك الجديدي ديال آخرهم كلهم أسماء وازنة كلهم كانوا مختلفين كلهم وراء الكرة الفرنسية آنذاك الجزائريين نقصوا شوية لأسباب سياسية تعرفون أن نازلوا ومشوا من الفريق الوطني الفرنسي ولكن آنذاك كان عندنا العصر الذهبي للكرة القدم المغربية لأن كلهم كانوا مختلفين وكلهم ساهموا وشاركوا في إقصائيات كأس العالم 62 تشيلي أمام إسبانيا فإذا الخير كثير وكثير جدا باش نرجع للمباشر وسأتمم سأختم هذا اللي مقطع إلى كنت سميته قررت المباشر كذلك الشأن بالنسبة للصحافة يعني كان غياب وتغييب تاريخ ديال الصحافي الرياضي لما نعلم ان مثلا شخصيه اقول شخصيه بحال الغربي عبد الطيب الغربي مثلا عبد الطيب الغربي اللي كان مثقف كبير وعلموا ان عبد الطيب الغربي الله يرحمه كان من بين العاملين الى جانب محمد الخامس رحمه الله وكانت يكتب خطابات ومداخلات سياسية أنا لا وقع عاش إلى جانب وفور الله الحسن الثاني كذلك خصوصا بالنسبة للبيعة من بعد وفاة محمد الخامس فشخص من هذا القبيل هذا من هذا المستوى اختار الرياضة وكان أول صحفي مغربي شارك في إقصائية في الألعاب الأولمبية بالبادج ديالو وبالتسمية ديالو والحضور ديالو كمحترف صحفي رياضي محترف ربما الأول الذي فتح آفاق ما يسمى الصحافة الرياضية هو عبد الطيب الغربي طبعاً كاين أحمد الغربي أحمد الغربي كذلك تذكرون بالنسبة لبعض الإخوة لأن الآن واخا كونوا عليهم تسميتو وكاين لا أرشيف ولا ما كاينش فقط أحمد الغربي معروف هو في السطات ليامات النايضة نقول ليامات النايضة وليامات العربية وكان كيدير ديريكت مباشر بالدارجة دارجه كيهضر هضر الكرة تيتبع هو غير الكرة وتيقولها بواحد الطريقة شعبية اللي أنا ذاك في الستينيات ما كانش عندي إشكال من طرف ديال واش الدارجة ولا العربية الفصحى ولا إلى آخره ولكن كان الأساسي هو الخطاب الرياضي وتمرير هذا الخطاب الرياضي وراء خطاب ديال أحمد الغربي كانت المعرفة الرياضية أنا ذاك باش يحدد هذا ولا أن المختصين حتى في الصحافة بالنسبة لي خطاب تقني صرف الناس كتهضر على لان جاو الناس من ميدان عالم الرياضه التعاطي الى الرياضه الى ميدان الصحافه والاعلام وهذا غير اشياء كثيره في الواقع والمحيط الرياضي كذلك بالنسبه لي ديريكت شنو ديريكت؟ ديريكت ساصرف بعض الامثله فرنسيه مثلا ولا حتى مغربيه يعني ماذا نقول ديريكت اليوم بعد عن العهد ديال الاذاعه العهد الذهبي ديال الاذاعه عطيتكم شرط لكم بعض الامثله وكانت هذيك الساعه الاحكام على قد الحال كان كيتدخل فيها العربي المبارك كان كيتدخل فيها لقاءات بين العربي المبارك والاب جيبو مثلا كيكون نقاش بين الاثنين حول كره القدم مصير كره القدم وكان العربي دائما يجيب كان واحد الجانب رشيتو في الفيلم ولكن كان اكثر من هو دائما كان كيجي ديما تيقول النكته لا بدا ما خرج لك شي نكته الى اخره واش بغيتي هذا الجيل هذا الا كانوا كيديروا لي بات ديك الساعه التحسان ديال لي بات كيديروا الشعب مش بحال دابا دابا تنقولوا راك عارفين ديك لا كوب ديال لو كور ديال الى اخره كل عصرين عادات وتقاليد غتصبح تقاليد من بعد ولكن الان هذه ظواهر يمكن عندنا طابع سوسيولوجي جعل ان لكل جيل همه هذا الهم هذا طار شغال دابا لو بغيت نقول لكم عطوني غير الارشيف حديثوني على هذاك العهد من غير الناس اللي عاشوا ما عندناش الجواب اذا نقولوا هذيك الساعه المباشره شنو هو احمد الغربي ونخدموا على احمد الغربي والطلبه خصهم يخدموا انتم دابا اللي خصكم تقوموا بهذا العمل ديال الارشيف وديال المكتبه كذلك وديال الدفاع على راحه هيستوريزاسيون دو سبور ناسيونال كاين شي واحد اللي تيفكروا في هذا الباب هذا الان ولات عندك الصوره ولا عندك التعليق التقني ما نمشيش لكم عليه لان طويل غادي يطلب وقت هذا تيعرفوه الاخصائيين في التقنيه
ديال لا ديفيزيون سواء كانت اذاعه ولا تلفزيون ولا صوره. اليوم مع لي ريزو سوسيو المسائل بعدا ومن بعد مع الانتيليجونس ارتيفيسيال من عامين ولا كسنين غادي يولي عندك البورتاب ديال 3 كاميرا غير واحد المنتج ديال الفرجه ديالو ربما المنتج ديال الروبورتاج ديالو غير بوحدو. اذا شفتي راه مع راسو عنده 3 كاميرا 3 كاميرا ديال الاعجاب التقنيا يقدر يقول لكم شنو الاهميه ديال 3 كاميرا. الان الخطاب خطاب الصوره كاين واحد التقرير الان اللي فرضته عندنا الدول ديال الخليج هو ديال المعلق لا يسكت كيبقى متبع الصوره ربما كيسبق الصوره كيتبع الكره ربما كيسبق حتى الكره في التعليق. هل هذا صحيح غير صحيح؟ ولكن الناس كيعجبهم. انا شخصيا اقول ان الصوره خص تكون عندها استقلاليه ديالها لان عندها وراء استنتاجيه وراء مخرج وراء خطاب في الخطاب. ولما الانسان يتكلم خلال 90 دقيقه وما تيسكتش معناها انه تخلق الصوره داخل الصوره صوره موازيه للصوره بالكلام بالخطاب وتدخل فيه عدد من الحيثيات تدخل فيه لا باسيون. لان تعلمون ان الرياضه حنا كنبغيو نعطيوها في كثير من الاحيان الصحفيين والباحثين كيبغيو يعطيوها طابع عقلي واقلام ولكن في اغلب الاحيان وربما في كل الاحيان كتبقى كره القدم ذاتيه. باحث في المجال ديال الرياضه هو متخصص في السياسه العموميه الرياضيه اطار عالي بالهيئه العليا للسمع البصري الهكا عنده مجموعه من المؤلفات اخرها كتاب السياسه العموميه في الرياضه هو عضو في المركز المغربي للبحث والدراسات في المجال الرياضي ومؤخرا تم تنصيبه من طرف الرابطه المغربيه للصحفيين الرياضيين مسؤول عن الهيئه العلميه التي ستهتم بالبحث العلمي في المجال الرياضي. الموضوع ديال المنصب اللي يصغي تطور الاعلام الرياضي في وسائل الاتصال السمعي البصري. تفضل مشكورا. صباح الخير. سعيد بالتواجد روبرت الصبحيه هذه. ضروري المنظمين نقول لهم شكرا لانه الامر ليس سهلا كما يعتقد البعض. كلمات مختصرة قبل ما ندخل المداخلة. سي سعيد غندي أنت أكبر ورفقة الجيل ديالك من مجرد صورة ومجرد دقيقة أو ثانية، أنت أكبر من ذلك بكثير وتعرف ذلك كثيرا. ونعتز بك دائما رفقة جيلك. الشريط ديال المنبارك شخصيا أول مرة فاش تبعته اتصلت بالسي رزقو وهنأته. والسي بالفعل ما كنتش نعرفو عرفته خلال طريقة ديال الإدارة ديال هذاك البرنامج والطريقة الاحترافية والإخراج اللي كان يعني كنتمنى وكان كنحضر شي واحد مختص في السينمائيات مختص ديال الصورة كان بإمكان يعطينا واحد الإيحاءات أكثر. مشهد ديال العافية مشهد ديال الصورة الخلفية يعني صور معبرة جدا. السي خالد راغي كتب محمد الخامس من ماركيزي دميت على غانا تصفيات كأس العالم 98 في فرنسا وكان تهزيت كطفل صغير مع باقي وفرحنا كثيرا وتأثمت معك أنك ما حضرتيش كأس العالم في فرنسا وبقى في الحال ولكن تنتذكرك ديما ما له 89 مع سيمو كأس فلسطين في العراق في ملعب الشعب يعني ملعب الشعب وكيف واحد لا بيدرس الميكرو حتى ما داكشي والمسار الجميل اللي قضيتيه في هذيك الفتره ديال 89 وكيفاش انكم في النهايه تربحوا المنتخب المضيف اللي هو العراق امام الجمهور غفير ومن ثم شكلت نواه ديال المنتخبات اللي جات من بعد. قبل ما نبدا المداخله اخر حاجه نقطه اخيره الرياضه يمكن عندها علاقه مع عده مجالات كثيره. ما غاديش نهضر على علاقتها بالصحه وبالاقتصاد والامور المجتمعي وانما غادي نهضر على جوج نقاط. الرياضه الوحيده اللي تخلي دوله ضعيفه متخلفه انها تكون مع دول عظمى. تنعرفوهم ذاك السيد. شاهدنا بعض الصور لسعيد عويطه والبروج ونوال الى اخره. بلد متخلف في الثمانينات تعيش على ايقاع التقويم الهيكلي بمعدلات نمو ضعيفه جدا
يقف في منصة التتويج إلى جانب دول من قبيل إنجلترا والولايات المتحدة. فوسط الرياضة المغرب ترشح نفسه كأس العالم وكفاه الولايات المتحدة في 94 باش على حرم استضافة كأس العالم. هادشي ممكنش يديرو شي مجال آخر الاقتصاد أو السياسة في المنطقة ديالها. الرياضي وهنا تنشوف التتويج اللي كان الرياضيات في أولمبياد الشباب. الرياضة هي الوحيدة اللي تقدر توصل بها بدون وساطة. يعني بالعرق ديالك هو اللي غادي يوصلك النتيجة. مجالات أخرى تيكون شوية الوساطة، تيكون شوية التدخلات، تيكون العاطفة، إلا الرياضة بالعرق ديالك باش تقدر توصل. فشكرا لكل هاد الرياضيين. المداخلة ديالي حول تطور الإعلام الرياضي في وسائل الاتصال السمعي البصري. وهنا نشير لواحد الحادث بسيط كان وقع 1969 انتخابات الأمريكية ديال جون كينيدي مع ريشارد نيكسون. كل توقع بسيط لعاد الرأي كانت تقول بأنه ريشارد نيكسون هو اللي غادي يفوز بانتخابات الحزب الجمهوري. اللي وقع هو أنه الحملة ديال كينيدي وضفت واحد وسيلة جديدة، لأن الحملات كانت تتم من خلال لقاء المرشحين مع مختلف الولايات، مختلف تنتقلوا من ولاية لولاية أخرى وتنتقلوا مباشرة مع الناخبين. وضفت الحملة ديال كينيدي التلفزيون بواحد الشكل كبير، والجمهور الأمريكي شنو بان ليه؟ بان ليه كينيدي الشاب الوسيم الجميل، في حين بان نيكسون هذاك الرجل المتجعيد إلى حد ما، ولعبت الصورة دور كبير في الفوز لحقه كينيدي. نفس الشيء حكيتو عليه الآن بخصوص الرياضة. بدون صورة وبدون صوت وبدون إعلان ما يمكنش أنه الرياضة توصل إلى ما وصلت إليه الآن. وبالتالي هي علاقة متلازمة بين طرفين، أو لنقول أنه زواج كاثوليكي بين الاثنين. المداخلة ديالنا تحدث بشكل مباشر على التعريف ديال الإعلام الرياضي والوظائف ديالو. الرياضة والإعلام قصة زواج اختياري، كرونولوجية علاقة الإعلام بالرياضة دوليا وعربيا ووطنيا، ثم نعرج على حق الإعلام بعلاقة مع حقوق البث، ثم استغلال منافسة الرياضة بطرف وسائل الإعلام. بالنسبة للتعريف، تعريف الإعلام الرياضي هو عملية نشر أخبار ومعلومات عن الرياضة والرياضيين، ومن خلالها تشرحوا القواعد الخاصة بالرياضة هذه. ثم الوظائف، هناك الإخبار والإعلام والشرح والتفسير والتحليل والنقد والتعليق والطرح الرأي والرأي الآخر، ولكن أيضا ولكن باش نشير بأنه الدور ديال الإعلام أو وظيفته وهي التوثيق الرياضي بطبيعة الحال. الرياضة ظلت من البدايات ضيف خفيف على البرمجة عامة لمختلف قنوات التلفزيون في العالم، لكن من بعد بدات استقطاب ديال الجمهور استقطاب على طريق قنوات تلفزيونية، امتدوا أيضا المؤسسات الرياضية والمعلنين على اعتبار أنه المعلن يذهب مباشرة صوب المجال الذي يشغل بال الجمهور أو يستقطب الاهتمامات الجمهور. كان زواج إعلام الرياضة رغبة في تحقيق مداخل مالية من استثمار عقلي للمنتوج الرياضي، وفي نفس الوقت نقول بأن التلفزيون قدم خدمات جليلة للرياضة، وهو تخرج بعض الرياضة من دائرة النسيان. والإشارة هنا فقط بأن رياضة الريغبي كانت رياضة ديال رعاة الغنم في بريطانيا في التحولات بهذا الشكل اللي تنعيشوه حاليا. أول مرة غادي تنقل مباراة رياضية في التلفزيون كانت في أمريكا في 1936، وكان مباراة البيسبول، وكان خداو الفرق 1000 دولار على كل مباراة. ألمانيا كان عندها السبق أوروبيا من خلال نقل أولمبياد 1936، وصلت البروباغندا اللي تذكروها من خلال ترويج سمو الرياضي الألماني. أول قناة رياضية متخصصة 1977 سبورت كانال، قبل أن تتلوها 1979 قناة إسبان عبر الكابل. أول قناة في أوروبا كانت قناة مانشستر تحت مسمى سكرين سبورت في 84، ثم قناة أورو سبورت 86، ومن بعد ثلاث قنوات متخصصة تابعة للأندية كما تشوف بخصوص بعض مانشستر أو ريال مدريد أو حتى أولمبيك مارسيليا. وأيضا وصلنا أنه جرائد تخلق قنوات في موحال بالنسبة لجريدة ليكيب اللي خلقات ليكيب تابعة. القوة ديال العلاقة بالرياضة وصلت أنه حدث كثير في توقيت بث بعض التظاهرات الرياضية وتغيير قواعد اللعب. بلغ الأمر حد أنه تظاهرات الرياضية الأمريكية تنتظر إشارة التلفزيون من أجل أنها تعود إلى البث، أو تنتظر يعني الإشارة التلفزيون باش أنها تستمر في اللعب. بل أنه التلفزيون الأمريكي حاول أن المباراة ديال كرة القدم فيها 90 دقيقة أنه حاول يدخل باش أنها تولي فيها 4 أشواط باش يفتح المجال للمعلنين فترات أكثر. المونديال 86 اللي هضر عليه السي بلعيد قبل قليل بخصوص مباراة إنجلترا والأرجنتين عرف أنه بث ديالو في واحد التوقيت
معين في الحراره من اجل انه ينقل السينيال مزيان عبر قنوات التلفزيون مختلف دول العالم. مباريات كلاسيكو ديال برشلونه وريال مدريد اصبحت الان تنقل في اوقات مختلفه من اجل تلبيه رغبات بعض المعلنين وبعض القنوات التلفزيونيه خصوصا في كوريا واليابان والصين. العلاقه وصلت انه تم تغيير لون كره المضرب من الابيض الى الاصفر باش تكون واضحه على الشاشه. تم تغيير طريقه احتساب النقاط في الكره الطائره باش ما تكونش ممله. حذف امساك كره القدم طرف الحارس في حاله ارجاعها لين طرف المدافع. وابرز النتائج كما تكونوا عشتوها بطبيعه الحال موارد ماليه للانديه والمنتخبات وتعميم الرياضه خطوه الاساليب التغذيه لدرجه انه نشوفوا لقطات معاده طريقه الزوايا من خلال او توزيع ديال الكاميرات في الملاعب وايضا الملاعب ولات اضبط على حساب الكاميرات ديال التلفزيون. الرياضه بالنسبه للتلفزيون كنز ثمين ومنبع هائل من الصور المشاهدين. التلفزيون دمر مداخل هامه نفس الامر بالنسبه للرياضه. وهنا نعطي مثال بانه من وصل ميزانيه الاتحاد الدولي تيولي الى حد ما ميزانيته تماثل او تعادل بعض الشركات الدوليه متعدده الجنسيات بمبلغ 5 مليار ما بين 2015 و2018. ايضا الشركه الاعلاميه الفرنسيه ان ام اس اكتسبت حقوق بتمنافسه ومنافسه عصبه الابطال الاوروبي والتعاقد الاوروبي بمبلغ 170 مليون للموسم الواحد استلمها بطبيعه الحال الاتحاد الاوروبي. هذا كله تبين بانه العلاقه مثيره وايضا مفيده للجانبين. على المستوى العربي نعرفوا بان هذه الثوره هذه ما جات وصلت للدول العربيه بشكل متاخر. كانت قناه اي ار تي هي اللي عطاتنا ذاك النموذج من خلال قنوات رياضيه متخصصه. ولا تذكروا الناس اللي تبعوا مونديال 2002 وايضا كاس افريقيا 2002 بمالي تذكروا بانه اي ار تي عطات حقوق البث للتلفزيون المغربي مقابل انه يبث تقريبا ازيد من 1250 دقيقه ديال الاشهار باش انه المغرب ياخذ المباريات مجانا. لكن في 2004 وقع اشكال في كاس افريقيا في تونس انه رفضت انه تعطي حق البث للمغرب وطلبت ثمن غالي والمغرب لجا لواحد هدف وقانونيه هو انه بث المباريات الفرنسيه اللي ما كانش منصوص عليه بالعقد اللي كان يجمع اي ار تي مع الجهه المانحه لحقوق البث. 2006 كاس افريقيا بمصر الى غايه اخر لحظات المغرب المغاربه ما كانش غادي يشوفوا مباريات المنتخب المغربي الى غايه انه دخلت على سلطه البلاد ونزل الخبر في وكاله المغرب العربي للانباء بانه بتدخل ملكي المغاربه شافوا هذاك المنافسات ديال كاس افريقيا 2006 بالقاهره. كانت شبكه الجزيره يمكن غادي يهضر عليها السي سعيد افضل مني ولكن كانت هي الثوره اللي تخلقات من خلال التعاقدات اللي برمتها سواء مع الدوري الانجليزي او الاوروبا ليغ او البطوله الاسبانيه او الايطاليه. ولكن الثوره ديالها من خلال انتاج اكثر من حوالي 20 قناه في تثبت مختلف الرياضات وايضا حصولها على حق بث بطولات كاس العالم اللي لغايه الان حصل على حقوق بث 2018 اللي داز وايضا 2022. قلت بانها تتوفر على 20 قناه حققت على نسبه مشاهده مباراه واحده ب 37 مليون متفرج بمناسبه لقاء روما وبرشلونه. المشاركين العرب في الشبكه 3 مليون مشترك. نسبة المشاهدة بالدول العربية تفوت 200 مليون مشاهد. يمكن هنا في القضية ديال الرؤية ديال قطر توجهها الإعلامي والسياسي والرياضي كيف؟ وأنه نعود بكم واحد التصريح ديال باسكال بونيفاس في لومون ديبلوماتيك 2004 قال بأنه قطر الدويلة الجزيرة الميكروسكوبية وجدت نفسها صعوبة في أن تثبت ذاتها فاختارت أمرين الرياضة والإعلام. وانتم تعرفوا المسار اللي قدرتوا الجانب الرياضي من خلال استعانه مختلف الرياضيين حتى اللي وصل سن التقاعد كان تيجي باش انه تستغل الصوره ديالو ثم من خلال الاعلام. ما نلاحظ؟ نلاحظ بانه انتشار القطري رياضيا واقتصاديا ودوليا في دول المانيا وايضا دوله انجلترا وفرنسا كانت شركات لاكاربير المجموعه الاعلاميه واخذين 100% من القريه الاولمبيه في انجلترا داخلين في سوق الانديه الاوروبيه. وهنا كتلاحظوا بانه التوجه ديالهم كان مخطط له ومن 2030 عندهم واحد الاستراتيجيه تنبني على التغطيات المتكرره وايضا استضافه عده احداث رياضيه اللي تتوصل ما بين 2006 الى غايه 2030 تتوصل لازيد من 40 تظاهرة دوليه من الحجم الكبير. على مستوى تطور عدد القنوات في الوقت الحالي الى غايه 2016 170 قناه رياضيه عربيه اللي كاينه. من بعد ما كان
العدد ملي تجاوز 13 2006، 123 قناه خاصه يعني بريفي، في حين ان القنوات العموميه ملي تجاوز العدد ديالها 41. 12 دوله عربيه من اصل 22 في الدول العربيه اللي عندها قناه عموميه مخصصه في الرياضه. هنا وطنيا يمكن السي بلعيد دار شي اشارات بخصوص الامر هذا. الرياضه كانت حاضره بواحد الشكل كلاسيكي في قبل حول الالفيه الثالثه، وكان اعتماد على برامج رياضيه محدوده اسبوعيا قبل، وكان ايضا تستعان قنوات التلفزيون المغربيه بماذا؟ بالشراكه اللي عندها مع لازبي او اتحاد اذاعه الدول العربيه اللي تستفد منها من البث ديال التظاهرات الرياضيه بشكل مجاني، وايضا انه الحصول على بعض التظاهرات من بعض القنوات الفرنسيه بالمجان ايضا. التلفزه المغربيه حققت واحد الطفره كبيره 83، وهذا هو زعما الفلو. علاش؟ الالعاب المتوسطيه اللي كانت في المغرب دفعت الدوله انها تستثمر في هذا المجال هذا، وعطات 8 مليار انذاك للتلفزه المغربيه، اللي خلى بانه اول مره تولي قسم رياضي في القناه الاولى منذ ان اسست سنه 83، وبالتالي تغطيه مباريات البطوله الوطنيه. دخول القناه الثانيه للفضاء السمعي المصري 83 خلى بانها تنقل البطولات الاوروبيه، وايضا تنقل اخبار المحترفين في الخارج. شرات حقوق البث لاول مره في تاريخ المغرب، حقوق البث ديال مباريات الوداد الرياضي ونادي الفاسي كاس افريقيا ديال البطاله 92 و96، وكانت تثبت بالمرموز. ثم ايضا احتكرت بث مباريات الوداد والرجاء البيضاويه اللي كانت منذ سنه 2000 مقابل 100 مليون سنتيم. المباراه كانت تجري في الدار البيضاء مقابل 200 مليون سنتيم لكل فريق. لاول مره عبر دوزان تقديم برنامجين في الاسبوع بلغتين مختلفتين. هذه الكلمه اللي كتبحثوا الحقيقه خلينا من بعد استفدتي منهم. شكرا سي سعيد غندي على المساعده. المنصب يزغي، المنصب يزغي يتكلم الحضور الكريم على تطور الاعلام الرياضي في وسائل الاتصال السمعي البصري، تحدث على المكانه ديال الرياضه اللي تقدر انها تكون وسيله لتعريف دول كتكون معموره ودول في طور النمو، مثلا كما ذكر المغرب. عرف بالاعلام الرياضي الوظائف ديالو، عطانا كرونولوجيا، عطانا مجموعه ديال الارقام، مجموعه من الاحصائيات، تحدث عن المداخيل اللي كتفضى الرياضه من وراء النقل الكبازي، قدم تجارب لقنوات فضائيه، وقدم عطانا تجارب وطنيه قناه رياضيه، وعطانا الاذاعه ديال راديو مارس. شكرا المنصب اليزغي على كل هذه الارقام. غير للاشاره للحضور الكريم، المنصب اليزغي غادي يبقى حاضر معنا طيله الاسبوع الاعلامي والرياضي من خلال الكتب اللي صدر، اللي غتكون على هامش موازات مع هذا الاسبوع، غتكون معروضه الى جانب كتاب الزميل يوسف خارجي اللي حاضر معنا هنا، الصحفي رئيس قسم اخبار اليوم ونائب رئيس الرابطه المغربيه للصحافه الرياضيه، بكتابه الاخير عن ادب الرحله يوميات ريو دي جانيرو. اذا نمر الى المحاضره الثالثه مع الصحفي والزميل سعيد رزقي. سعيد رزقي هو من اللاعبين الدوليين السابقين، هو الان محلل بقنوات بي سبور، محاضر دولي بمعهد الجزيره، هو سفير الثقافه والفنون من طرف معهد الجزيره، ومن السفراء كذلك العشر لهذا المعهد، ومن سفراء كذلك لدى في المجال الرياضي لدى الامم المتحده، مختص في تطوير البرامج والبرامج الاعلاميه وسياسه التدبير والتخطيط، هو رئيس المرصد المغربي للتنميه والتطوير الذاتي. سعيد رزقي غادي يتكلمنا من خلال تجربته كما جاء بنا في الكلام ديال الدكتور موسيف يزغي، اللي تكلم على بعض التجارب اللي كاينه في تجارب عربيه، كانت الاي ار تي قبل، الان كاينه قنوات البي ان سبور اللي بدات كتدخل في اطار الاحتكار وكتفرض ذاتها على مجموعه من التظاهرات. غادي يحاول من خلال علاقته، من خلال تجربته، يقدم لنا رؤيته ورؤيه هذه القناه القطريه اللي كما كيقولوا انها تمثل دوله يعني صغيره الحجم، ولكن من خلال الاعلام الرياضي ومن خلال الاعلام كذلك والرياضه استطاعت ان تفرض نفسها في الساحه الدوليه الرياضيه. ويعني ما بقاوش كنشوفوا مجموعه ديال القنوات اللي كنا كنسمعوا من قبل كاورسبور وكانال بيس، يعني صبحت هذه القنوات هذه فرضت نفسها ودخلت في التنظيم. اذا سعيد رزقي موجود، اذا سعيد رزقي كيهيئ لنا الموضوع اللي غيتكلم على قنوات البي ان سبور وعلاقتها بالاحداث الدوليه الرياضيه. تفضل مشكورا. شكرا
الحمراوي. إذن في انتظار باش تكون العرض مهيئ لسعيد رزقي، كما سبق الذكر اليوم احنا في الجلسة العلمية الأولى اللي كتحدث على الرياضة والإعلام. صافي موجود يا سعيد؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أريد أن أشكر الزملاء والإخوان اللي سبقوني الإعلاميين في بلعيد بوميد دكتور منصف ريازري على العرض القيم اللي قدموه فيما يخص المجال الإعلام الرياضي، وكذلك مجموعة من الإحصائيات التي كانت جيدة ومفيدة. أولا بدء أود أن أشكر الحضور الكرام، وكذلك أطلب منهم لأنني بعدما شاهدت في إحدى البرامج الوثائقية برنامجا يعني جميلا جدا كان حول إحدى البطلات الحاضرة معنا أبو فارس، أود أن أطلب من القاعة أن تقدم هدية شكر لهذه البطلة من خلال الوقوف والتصفيق لهذه البطلة لما قامت به. إذا أردنا أن نتكلم عن الإعلام والرياضة ونتكلم عن الدبلوماسية الرياضية التي قلبت موازين القوى العالمية واستطاعت أن تنسج خيوطا في التألق الرياضي ما عجز عنه التألق السياسي، فأنا أشكر مثل هذا البطل والأبطال المغاربة الذين قدموا الشيء الكثير. عكس ما قيل فالإعلام هو رسالة وأمانة، أود أن أنقل كل الحضور الكرام من القاعة ومن المملكة المغربية إلى خارج الإطار، سأرحل بكم إلى إحدى القنوات الجميلة القوية التي نسجت خيوط التألق على الساحة العالمية، بالرغم من أن أنها تقع على أرض هذه الأرض لا يمكن أن نصفها أنها أكثر من مدينة ستارت، لكن صداها فهو صدى كبير جدا. هذا هو لايف أون إير، هذه كانت أول صورة ظهرت في سنة 2004. سنة 2003-2004 ظهرت هذه الصورة كانطلاقة لثورة إعلامية قادمة على الساحة الدولية كانت تحت عنوان الجزيرة الرياضية. الجزيرة الرياضية أو كما يحلو للعديد من المشاهدين أن يطلقوا عليها القناة البرتقالية. لماذا كانت برتقالية؟ لأن اللون البرتقالي يرمز إلى السلام وكذلك إلى التحول والثورة الإعلامية، فبالفعل كان المباشر قويا. أنا أتذكر جيدا الخطاب الذي كان من فيه إحدى المقتطفات الجميلة والجميلة جدا للشيخ حمد، كان آنذاك هو أمير البلاد، عندما قال إن الرياضة ليست وسيلة للتسلية والترفيه، وإنما
هي أداة لبناء مجتمع. فآنذاك كانت الانطلاقة قوية نحو أن هذا المجتمع يزحف ببطء وبخطى ثابتة نحو خلق ثورة إعلامية بعدما خلقها الرياضيين. نتذكر جميعا أن السبب الأساسي في كأس العالم هو خلق الفضاء الرياضي. كان الكل يتمنى وينتظر أن تظهر هذه الصورة بعدما ظهرت مسألة اللايف. اللايف هو المباشر، وعن المباشر يقول الخبراء العالميين والخبراء الدوليين إن الكلمة في المباشر مثل الطلقة. تعرفون جيدا الطلقة، يعني أن لما تخرج الرصاصة لا أحد له القدرة أو السلطة على استرجاعها، فلهذا أنتم مطالبون بالتعامل مع الكلمة. إن الكلمة صداها قوي، وأحيانا تكون الكلمة قد ترفع الشخص، وأحيانا أخرى قد تنزل به إلى الحضيض الأسفل، وأحيانا قد تؤدي به الكلمة إلى السجن، لأن إذا لم تتحمل ستكون الكلمة قوية. الكل كان يتمنى أن تظهر هذه الصورة، لكن ما ظهر هو عكس هذه الصورة. اليوم سأنقلكم إلى إحدى الاستراتيجيات القوية في عالم الإعلام. إن الإعلام أيها الطلبة، أيها الإخوان، الأساتذة والزملاء الحاضرين، إن الإعلام ليس وهو ما يقال في الصحف أو ما تشاهدونه في التلفزيون أو ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي. إن الإعلام محرك من محركات السياسات الدولية. أصبح بالإعلام دخول الدول واختراق الفضاءات، وبالتالي تتويج الصورة التي يبحث عنها الكل من أجل إظهار العلامة التجارية التي هي علامات البلد. فالبين سبورت ليست مجرد قناة، وإنما هي أداة دبلوماسية رياضية واقتصادية رفيعة المستوى عالميا. عندما كتب هذا العنوان في اليوم الأول من انطلاق الجزيرة الرياضية لم ينتبه إليه أحد، وإنما انتبه إليه المخططون، وكذلك انتبه إليه الأساتذة الذين وفطاحنة الإعلام الذين سهروا على هذه القناة من أجل الوصول إلى العالمية. أشكر الأخ منصف، الدكتور منصف، على اهتمامه وكذلك معرفته الجيدة بهذه الرؤية، لأن قطر تدخل عالم الرؤية الاستراتيجية. كلما تكلمنا على الاستراتيجيات وإلا ما تكلمنا على عدد من المحاور الرئيسية، الاستراتيجية الرياضية والاستراتيجية الإعلامية في دولة قطر كانت لهم سيادة القيادة أكثر من الاستراتيجية السياسية أو كذلك الاستراتيجية المالية. كثير من الناس يظنون أن قطر وصلت إلى ما وصلت إليه بالمال، لكن العكس هو الذي حصل. قطر وصلت بالفكر، بالتربية، وكذلك بتنمية الفرد وتنمية العنصر البشري اللامادي. كثيرا ما نتكلم عن هذا الفرد، ولكن في غياب الآليات وغياب الأساسيات الداعمة للتربية والتكوين والتطوير. نحن في مجتمعنا نتكلم دائما عن التعليم ونتكلم عن التكوين، ولا مرة تكلمنا عن التطوير. إن التطوير هو الأساس، وهذا ما عملته هذه القناة. رؤية قطر 2003-2030، وسط هذه الرؤية مرت مراحل قوية جدا. نتمنى الإخوان إذا كان الهواتف ما يخليكم عملوا مع السايلنت على أساس ما بيكونش هناك واحد الكاب كبير بين في الكلام. 2003-2030 كانت هي الرؤية التي سميت برؤية قطر أو قطر فيجن. هذه الرؤية من أساسياتها أن تصبح دولة قطر في أقل من 2030 دولة ذات سيادة
ليست من أجل التحرير أو الاستعمار لا، ولكن دولة ذات سيادة رياضية تبقى من خلالها عبر قنوات الجزيرة الرياضية والجزيرة وكذلك قنوات الكاس والتلفزيون قطر على كل القنوات الموجودة في العالم، وأن تصبح المرجع الأول والوحيد للإعلام العالمي وكذلك منه إلى الرياضة، وتأتى ذلك من خلال التطور الزمني للإعلام والصناعة الرياضية. سأخذكم إلى نقطة بسيطة على أساس أن الموضوع يصبح موضوعا مفهوما بشكل كبير حتى لا تختلط الأوراق، لأن أحيانا كلما تكلمنا على قطر كلما تكلمنا على الجانب المادي. قطر لم تستعمل المال، المال كان محركا من بين المحركات. هناك دول كثيرة عندها مال كثير أكثر من دولة قطر، ولكن الحضيض الأسفل هو المنصب الذي تعيش عليه إلى يومنا هذا. فالرياضة في تطورها الزمني مرت من الهواية واللا هواية، وهو النظام الذي دائما نتكلم عليه كنظام هاوي. لماذا؟ لأن اللاعب هنا أو الرياضي بصفة عامة ليست له حقوق وليست له أي أشياء يمكن أن يمتلكها هذا الشخص من خلال الممارسة. والدليل أمامنا نجوم كبار اليوم، والسي سعيد غندي واحد من النجوم اللي لعبوا في الزمان الهواية واللا هواية، ولكن بعقلية احترافية، لأن المغرب آنذاك وصل إلى كأس العالم 1970 وحضروا محاضره مع نجوم كبار. إلى موضوع آخر بعنوان كيف يمكن للإعلام الرياضي أن يطلع بأدواره في النهوض بالرياضة الوطنية؟ سيقدم لنا الأستاذ عبد اللطيف المتوكل رئيس الرابطة المغربية للصحابين الرياضيين ونائب رئيس الاتحاد العربي للرياضة والثقافة، عضو جائزة الشيخ الراشد للإبداع الرياضي التي توجت بها مؤخرا البطلة المغربية فاطمة أبو فراس، رئيس قسم جريدة قسم الرياضي بجريدة رسالة الأمة. تفضل عبد اللطيف المتوكل. السلام عليكم. اولا في البدايه لابد انني نشكر جامعه الحسن الاول من خلال ايضا معهد علوم الرياضه على تنظيم هذه الندوه القيمه. نتمنى ان هذه السنه تبقى دائما مستمره، لان معهد علوم الرياضه بالفعل ومعهد جاء ليغطي واحد الفراغ كبير على مستوى غياب معاهد متخصصه في العلوم المرتبطه بالرياضه. لذلك فأنا أحيي الإدارة وأحيي الطلبة وأحيي القائمين على هذه المؤسسة على طرحهم للنقاش هذا الموضوع المهم، الموضوع الذي له علاقة مرتبط بعلاقة الإعلام بالرياضة. الإخوان الأساتذة اللي سبقوني تكلموا كل واحد من الزاوية ديالو، أعتقد بأنه نظرا للوقت ما يمكنش نكرر بعض الأمور التي تم ذكرها من طرف الأساتذة الذين سبقوني، ولكن أنا أعتقد بأنه المواضيع التي تم اقتراحها هي متكاملة، والموضوع الذي اقترحت على الأخ سعيد ياسين لما اتصل بي أن يشكل عنوانا لمداخلتي هو كيف يمكن للإعلام الرياضي الوطني أن يطلع بأدواره في تنمية أو في تطوير الرياضة الوطنية. تعرفون بأن الإعلام الرياضي هو جزء من المجتمع. الإعلام الرياضي بجميع أصنافه المكتوب ولا الورقي ولا السمعي ولا البصري هو مطالب أنه يكون متسلح بأخلاقية مهنة الصحافة، متسلح أيضا بالمعرفة، لأن الإعلام الرياضي الذي يفتقد للمعرفة يفتقد للرغبة في معرفة كل شيء وفي طرح الأسئلة، أو ما يمكن نصطلع بالفضول، الفضول ديال الصحفي الرياضي، هذا لا يمكن أن يكون إعلاما رياضيا منتجا ومفيدا. الإعلام دعامة أساسية، وأنا دائما أقول بأن الإعلام والرياضة وجهان لعملة واحدة. الرياضة لا يمكنها أن تحلق عاليا
إلا بوجود إعلام رياضي. الإعلام الرياضي الوظيفة دياله تتجلى في المواكبة، في الرصد، في التتبع، ولكن أيضا في ممارسة النقد، أيضا في التعريف بالمواهب، في التعريف بالمشاكل، وأيضا في التفاعل بشكل إيجابي مع مختلف القضايا التي تعرفها الساحة الرياضية. بالنسبة إلي أعتقد بأنه المفاهيم هي معروفة. الإعلام هو الإخبار، هو التثقيف، هو الترفيه، هو التوعية. والإعلام الرياضي في المغرب أعتقد بأنه يعيش مجموعة من الإكراهات، مجموعة من الإكراهات المرتبطة بما يمكن أن أصطلح عليه بهشاشة المؤسسات الإعلامية وغياب النموذج الذي قدمه سعيد رزقي. هو مرتبط صحيح أن المال ماشي هو كل شيء، ولكن المال محرك أساسي نحو تجويد العمل ونحو أيضا تكريم الإعلام الرياضي. يعني لما أتحدث عن تكريم الإعلام الرياضي، تكريم جميع مكونات الجسم الإعلامي الرياضي، لأن هذه المكونات يجب أن تشتغل في واحد الظروف هي ظروف جيدة تحفظ لها كرامتها، ظروف تساعد على الابتكار، تساعد على الاجتهاد، تساعد على ابتكار مجموعة من الأشياء. الصحفي لا يمكن أن يجلس في مكتبه وينتظر الإملاءات وينتظر، لا، الصحفي عنده الوسائل وعنده الإمكانيات وهناك خطة عمل. لذلك فالسؤال الذي يمكن أن نطرحه الآن في بداية هذه المداخلة، وهل الإعلام الرياضي في المغرب له منظور، له استراتيجية، له أرضية، له مرجعية؟ عارف واش عارف اش باغي، فين باغي يوصل، وما هي الوسائل وما هي الآليات التي يجب أن تتاح له من أجل أن يلعب الدور المنوط به في تطوير الرياضة الوطنية؟ الرياضة والإعلام يكمل أحدهما الآخر، ولكل منهما فضل على الآخر في الوجود والاستمرار والبقاء والانتعاش أو الانتكاسة. وهكذا فإنهما اليوم يكادان يكونان توأمين، لا يعرف لأحدهما ميزته إلا لا يعرف لأحدهما ميزته إلا بحضور الآخر، وكل منهما يستشعر توأمه عن بعد ويدرك حاجة الثاني إليه كي يعبر عن نفسه بقوة. ولأنني رجل إعلام رياضي خبرة في المجال لأكثر من عقدين من الزمن، فإنني أدرك جيداً عن وعي قيمة الأدوار التي يتعين على هذا الفاعل أن يلعبها ليكون للرياضة مغزاها، ولكي تؤدي هي الأخرى أدوارها. ذلك أن الإعلام الرياضي لم يعد مجرد تابع ومراقب، بل صار شريكاً وفاعلاً أساسياً في التنمية الرياضية. إن الإعلام الرياضي لكن الذي كان دوره محصوراً في وقت سابق في تغطية الحدث الرياضي والسعي على تبليغه كما هو وربما التعليق عليه وإبداء الرأي في أحواله، سرعان ما تحول إلى ممول للرياضة. بل الصورة اللي تحدث عليها لا سي سعيد رزقي ولا سي منصف الرياضي، لو الإعلام الرياضي وخاصة التلفزيون اللي أصبح دعامة أساسية للرياضة في توفير واحد غلاف مالي كبير. يعني نشوفوا اليوم الأندية الكبيرة كتلقاو بأنه عائدات النقل التلفزيوني تشكل واحد النسبة عالية من الميزانية السنوية لأي نادي رياضي. لذلك فالتلفزيون بوجه خاص ويلعب واحد الدور كبير في تطوير الرياضة بصفة عامة وكرة القدم على وجه الخصوص. لذلك فهو أصبح ممول للرياضة ورقيب عليها، وأصبح أيضا صاحب دور نقدي كبير يكاد يصل مستوى رياضة، يكاد يصل إلى مستوى رياضة جديدة. لذلك فاليوم هناك تطور مذهل على مستوى الوسائل، وسائل المتابعة، وسائل النقل، وسائل المواكبة، ولكن أيضا الرياضة لا يمكنها أن تتقدم إلا بوجود إعلام رياضي يتقن وظيفة النقد، النقد البناء. ولأن الجماهير الرياضية التي صارت على وعي كبير بقيمة التريض
واصبحت تتبعها في ازدياد، لان اليوم عندنا جمهور رياضي محترف يشاهد الليغا، يتابع المباريات عبر التلفزيون، يشاهد البطوله الاسبانيه، ارقى البطولات في اوروبا، البطوله الاسبانيه، البطوله الانجليزيه، البطوله الايطاليه، البطوله الالمانيه، البطولات الكبرى في اوروبا الجمهور المغربي هو شغوف بها. والجمهور المغربي عندما يتابع هذه البطولات من المستوى العالي فاكيد انه يكسب واحد الرصيد معرفي على مستوى الفرجه وعلى مستوى التتبع ومعرفه الانديه ومعرفه اللاعبين، وايضا اقتراب اكثر من مستوى وقيمه التنافس. لذلك فهذه الجماهير الرياضيه التي صارت على وعي كبير بقيمه التريض واصبح تتبعها في ازدياد ويسهم في تنميه الخزينه الرياضيه وتطوير الرياضه بشكل عام، انما هي نتاج للدور الاعلامي المتنامي. فان هذا الاخير عرف لها فضلها عليه مثلما عرفت فضله عليها، فراح يعتبر خدمتها هدفا اساسيا يؤديه دورا الى جانب بقيه الادوار المطلع بهذه خدمه الرياضه. وهو التطور في مجال التكنولوجيا بفعل الفوره الرقميه ياتي ليعمق دور الاعلام الرياضي في خدمه الرياضه والجمهور الرياضي. هذا الثنائي الذي لا منص منه الرياضه والجمهور، هذا الثنائي الذي لا منص منه لكل حركه رياضيه، فيتضح بان هذا يصب في مصلحه الطرف الاخر خاصه الرياضه بما اتاح لها في ان واحد من رصيد مالي خيالي وجماهيريه، قاعده جماهيريه لا تضاهى. وفي المغرب حيث يعاني الاعلام الرياضي اكراهات الهشاشه المؤسساتيه التي تمس صلب المهنه، بحيث يجد الاعلام نفسه مطوقا بامانه الادوار المنوطه به ومحروما من الوسائل التي تسعفه في اداء المهام المفترضه فيه، سيما في ظل وجود فاعلين من وزاره الشباب والرياضه واللجنه الوطنيه الاولمبيه ومختلف الجامعات والانديه والفرق وايضا العصب الجهويه. لا يدركون حتى الان للاسف ان هذه المكونات ما زالت في المغرب لا تدرك القيمه الحقيقيه للاعلام والادوار التي يمكن ان يطلع بها في التعريف بالمشاكل، في البحث عن الحلول، وايضا في رسم افاق مستقبليه واعده. فهذه الاطراف لا تدرك للاسف الشديد قيمه الاعلام الرياضي. لذلك فان هذا الاعلام في ظل هذا الوضع يبقى مطالبا باداء ادواره كامله غير منقوصه على مستوى الالتزام باخلاقيات المهنه، على مستوى ايضا ممارسه النقد البناء، على مستوى ايضا التعريف بالمشاكل المطروحه، وايضا مواكبه القضايا، لانه بالفعل المتتبع يحس من خلال متابعه اليوم الاعلام الرياضي ان هناك قضايا مهمه مهيبه في الاعلام، مهيبه على مستوى النقاش، مهيبه على مستوى الحوار، ومهيبه ايضا على مستوى البحث عن حلول. نعطيكم كمثال، اليوم في المغرب انا دائما اقولها، المغرب بلد الرياضه ولكن يفتقد لاستراتيجيه، استراتيجيه ثابته، اختيارات وتوجهات وعناوين ثابته نفتقد اليها. بلد رياضي بحكم ماذا؟ بحكم هذه الأسماء الكبيرة وهذه النجوم، الأسماء الكبيرة التي أعطاها في مختلف الأصناف الرياضة منذ عقد الستينيات إلى يومنا هذا، في كرة القدم، في ألعاب القوى، في الملاكمة، في التنس، في مجموعة من الأنواع الرياضية. ولكن للأسف الشديد أن الرياضة الوطنية تفتقد لاستراتيجية ثابتة، لأنه كلما جاء وزير والا جاء بمنظور جديد ويعتبر التوجهات التي كانت قبل مجيئه او التوجهات السائده يعتبرها بين توجهات عقيمه ولا يمكنها ان تحقق الاهداف المرسومه. لذلك ففي غياب استراتيجيه رياضيه وطنيه ثابته، ما الذي يتغير فيها؟ تغير فيها فقط طرق الاشتغال والادوات والوسائل هي التي يتم التجديد فيها. على ما مستوى الاختيارات والتوجهات العناوين الكبيرة يجب أن تبقى ثابتة. المؤسسة الرياضية لوزارة الشباب والرياضة هي مؤسسة مرفق رياضي عمومي
مؤسسة حكومية لها توجهات لها اختيارات، يجي عند وزير ولا يمشي وزير آخر، هناك توجهات يأتي الوزير الآخر يبدع يجدد ويتمم ما تم تحقيقه في السابق. أصدر مؤخرا مؤلفا بعنوان أنا والسرطان، إذا موضوع الصحافة الرياضية المغربية المكتوبة والرياضة، تفضل نعم شاء الله. السلام عليكم. سعيد بحضوره ومشاركة في هذه الندوة. ممسي سعيد عطار في بعد بلداتي ما كانش مدرج بالدار. أنا ذكرت لي باش نديك مطرفي شوية تاع سميتو اللي كان سيفطو لاليست. مثلا كاس في كومبيتيسيون سبورتيف. كان سيفطو لاليست ديال اللعابة. ولكن المبرد هو باش تعوض شي لعاب إلى التبليسة ولا شي حاجة. انا كنفرح بزاف خصوصي بالعيد والاخوان معايا دائما تلقاهم كيقولوا السبور كتدخل للجامعه لان واحد الوقت كان السبور بعيده بزاف على اليونيفرسيتي باش تتكلم على الرياضه داخل الحرم الجامعي كان شي حاجه مستبعده جدا. ونبغي نقول واحد المساله اخرى باش نبدا عندي واحد دو كونترانت اولا غادي ندخل على الاخر من بعد خاص تعرفوا واحد القضيه هاد الناس اللي قدامكم هادو النخبه ديال النخبه دون مجامله النخبه ديال الاعلام الرياضي المغربي. لا دوزيام كونترانت اللي عندي هو ان الدكتور منصف رياض بغي يتكلم على الرياضه في الاذاعه والتلفزيون الاوديوفيزيال. سي سعيد رزقي يتكلم على البين سبور يعني من القنوات الاولى في العالم وختم المداخلة ديالو في الرياضة في الانترنت. أنا غادي تصبر معايا شوية لأن غادي نرجع بكم للربعينات والخمسينات والستينيات باش نتكلم ملي كنشوفو اليوم في القرن 21 ملي كنشوفو لابخي سبورتيف فين وصلات عن طريق الانترنت عن طريق التلفزيون عن طريق واحد العدد ديال القنوات ديال التواصل خاصنا نعرفوا هاد الصحافه الرياضيه كيفاش بدات بعدا في المغرب. هناك عدد من الزوايا وعدد من المحاور وهذا ولكن نحاول انا اولا ما كنتش انايا جو سي با بريباري باش هاد الانترفونسيون هادي ولكن غنتكلم على واحد العدد ديال المحطات ديال الصحافه الرياضيه المغربيه. اولا الجميع تيعرف بان الرياضه لو سبور اون جينيرال كان جزء بالمقاومة الوطنية ضد الحماية الفرنسية لما بداش استعمار الفرنسي. ولكن اللي بغيت نشير ليه أنا هو أن الصحافة الرياضية المغربية كانت جزء حتى هي من هاد المقاومة. نبغي نشير على واحد المسألة جريدة العالم اللي تأسست 11 شتنبر 1946 واللي كانت بطبيعة الحال الصوت ديال الحزب الوطني معروف والصوت ديال الوطنية. ونشير واحد المسألة بأن أول عدد عرف تدخل ديال الرقابة الفرنسية كان واحد الحوار مع واحد السباح مصري ودار مع واحد الحوار جات العالم ولكن هو تكلم على الواقع اللي كان ديال المغرب والحماية الفرنسية وتم الحذف ديال هذاك الحوار وحنا طلبه باش لان بالنسبه لهذا الشيء اللي كنهضر عليه سي كلاسيك يعني راه نرجعكم لور بزاف. ملي كانت الرقابه الفرنسيه ما كانش مباني حدا مثلا ممكن الحذف ممكن الرقابه ممكن تمنع واحد بيبليكاسيون ما تخرجش في هذاك الوقت كان الجريده كتخرج ولكن كتخرج بلون هذاك الارتيكل اللي كيكون يعني حتى وكيكتبوا الفوق حدبات والرقابه يعني تلقى مثلا مادة جريدة العالم في هذاك الوقت تقدر تلقى مثلا واحد اربعه ديال ولا خمسه ديال المقالات ما كاينينش جورنال خارج في السوق ولكن على اين على ذكر العالم هو السي بالعيد وقيل بالنسبه لاول صحفي اللي قريت عليه هو حميده بن مسعود واللي كان هو تيكتب الاركان الرياضيه في
جريدة العالم، وكانت خدمتها في الإذاعة الوطنية، وكانت كيوقع المقالات ديالو بحميدو. على أين؟ بالنسبة للبدايات اللي هضرت على المراحل ديال الصحافة الرياضية، اللي الآن كنشوفوا مثلا خمسة الصفحات مثلا جريدة الصباح ولا هذا كنلقاو 5 باج دو سبور، كنلقاو مثلا لوبينيون ثلاثة، كنلقاو يعني واحد العدد. ما كاينش شي جريدة في المغرب اللي ما عندهاش واحد على الأقل دو باج، على الأقل جوج صفحات. هاد الرياضة هادي كيفاش بدات في الصحافة؟ بدات بركن مشتت، مرة كنلقاو في الصفحة الثانية، مرة في الصفحة الأخرى، مرة في الصفحة الرابعة، مرة هذا يعني ما. ولكن مع المتابعة ديال القراء بدات واحد سميتو، بدات كتاخذ واحد الحيز مقالات عميدة. ولكن باش نربط في المداخلة ديالي في الأول اللي قلت أن الصحافة الرياضية كانت جزء من المقاومة ديال الحماية الفرنسية، فكان في الموازاة كانت واحد الصحافة فرنسية استعمارية كانت بقات واخا المغرب خد الاستقلال ديالو في 56، بقات واحد الصحافة اللي معروف هي صحافة إيف ماس، اللي كان واحد دو كوتيديان اللي كانوا تيخرجوا له بوتي ماروكان ولا بيجي ماروكان، هما اللي غادي يوليو من بعد هما المرتان ديال الصحارى وهما ماروك صوار الجريدة اللي توقفات هذه السنوات. وهذيك الصحافة الفرنسية كان عندها متابعة من القراء المغاربة، فانتفضوا واحد ثلاثة ديال الصحفيين كبار اللي ضروري خصنا نذكروهم وخصنا نترحموا على جوج منهم اللي هما عبد الجبار السحيمي وعبد الله الوزاني وأحمد الصبري الله يشافيه. فهذا متى تشرب القاعة ما يخليكمش في الهدوء باش نسمعوا المحاضرة. شكرا. بحقيقة قليلة أنا جو سو تخي سبونسيبل لهاد القضية هادي، اللي بغا يحضر مرحبا يتصنت لينا على هادشي اللي كنقولو، واخا يكون إلا بان لي شي واحد شي تفاهة في التدخل مداخلات ممكن يسحب القاع، لقاش كاين واحد الغوي. على أين؟ خدو هاد ثلاثة ديال الأعمدة فانتفضوا وقرروا تأسيس أول صفحة رياضية في المغرب، ضدا على هذيك الصحافة ديال إيرواس اللي كانت عندها متابعة من القراء، وكان في 1965، وهذا كان قرار ماشي سهل في هذيك الفترة، لأن كتوقع كان دائما الرياضة يعني شيء ثانوي، الصحفي الرياضي صحفي نقدر نقولوا من الدرجة الثانية ولا من الدرجة الثالثة، وهادشي كتبقى حتى ل 98. فكانت أول صفحة رياضية، من بعد غادي تطور الأمور، غاتجي الصفحة غاتولي الرياضة في الصفحة الأولى، والصفحة الأولى بالنسبة للناس ديال الإعلام وغادي تكون صفحة مقدسة، باش تحط شي حاجة في الصفحة الأولى خاصها تكون عندها واحد الأهمية كبيرة، فوصلت الرياضة أنها تكون في الصفحة الأولى خاصة من بعد من المغرب بدا كيشارك في العالم الأولمبية 68، كأس العالم 70، العالم الأولمبية 72. يعني بدات الرياضه كتاخذ واحد الجماهير ديالها، فبدا التحول حتى داخل الصحافه، بدات الصفحه، بدات الرياضه كتشد في الصفحه الاولى، لدرجه انه حتى من بعد ولات موضوع ديال الافتتاحيات، انا باش تخوض الرياضه افتتاحيه سي با فاسيل، وكنتذكر مثلا 86 من بعد المشاركه المتميزه ديال المنتخب المغربي في المكسيك، فكانوا واحد الاعداد ديال الافتتاحيات غير باش خاصة الطلبة، كاين الجيل ديالنا تبارك الله اللي هادشي تقريبا عاش، ولكن بالنسبة للطلبة هادشي اللي تيبان لهم شي حاجة اللي ايطوبيك، يعني شي حاجة اللي خيالية ولا على إيه. فبدوا من بعد بداو الناس اللي مكلفين اللي شادين لي باترون دو بريس بداو يبانوا من الرياضة كتجذب واحد ديال القراء، ولات وسيلة ديال البيع ديال الجريدة، فبدا واحد العدد ديال الملاحق رياضية، كتلقى مثلا الجريدة نهار ثلاثة ولا أربعة تيخرجوا واحد 8 صفحات ولا عدد خاصين بالرياضة، وكتلقى واحد المتابعة كبيرة، واحد الناس كانوا كيشريو الجريدة، وكاين اللي كيشري الجريدة ويحيي ياخذ الملحق وتيحط أباغ هذاك الجورنال، كان سي أنطي متوكل، ورسالة الأمة كان من رسالة الأمة كانوا من الجرائد الأولين اللي خداو سميتو داروا ملاحق رياضية، وكانت جريدة الميثاق الوطني اللي ما بقاتش، يعني هذا في إطار ديال واحد التطور ديال الحضور ديال الرياضة في الصفحة الأولى، وكما راه من بعد غتجي الصحافة
متخصصة سبيسياليز، ولكن هذا سبيسياليز ديما ندير هذا كونتر كيمي، لاباش ما وصلش يعني الصحافة، لأن بدا واحد التجارب قبل من هاد الملاحق، كان واحد ندير مبادرة شخصية، يعني مبادرة شخصية واحد الصحفي هو باسيوني باغ سبور باغ لو سبورتيف، كاين بحال مثلا لي لوباتو، كاسي بالعيد، دارت له واحد التجربة في بداية السبعينيات، لو بورنيغ جو بوا هذا. ولكن هادو ما كانوش كيدوبوا، لان غير المبادرات الشخصيه خصو التمويل خصو هذا، كان الهدف محمد البزار وصباط واحد التجربه تاهما لهذا، يعني كان واحد التجارب ولكن محدوده في الزمن. بالنسبه لي انا المنتخب اول جريده في المغرب اللي كطول، لان في 86 دابا تقريبا دابا 33، هذه المنتخب اول جريده اللي كتصبر امام، ولكن عندها واحد لاباز فينونسيير، يعني ماشي يعني بالنسبه للهضره ديال واحد المساله بالنسبه للصحفي الرياضي، الصحفي الرياضي كما قلت قبل كان كيتعتبر صحفي من الدرجه الثانيه، حتى كان واحد البحث دار واحد الصديق ديالي الدكتور ابراهيم الشعبي عن الاجر في الصحافه، ومن الخلاصات اللي وصل لها ان الصحفي الرياضي الاجر ديالو نازل على الصحفيين الاخرين، هادشي ما تندويش دابا غير باش كما طلبت في الاول داك السياق التاريخي والظروف التاريخيه باش الناس يتبعوا معايا. اما الان دابا الصحفي الرياضي راه من الناس اللي مطلوبين اعلاميا وجماهيريا وفي المتف الموسيقى. نبغي نحكي لكم واحد المساله، انا ملي كنت في المعهد في 86 في السنه الاخيره كانت واحد الجريده في المعهد سميتها لسان العرفان، غير باش نبين لكم بان ديك النظره للرياضه والصحفي الرياضي نظره قاصره جدا. فكان اول عدد كتبت فيه انا على الرياضه، بالنسبه انا من عندي علاقه بالسبور وعندي علاقه بالرياضه، فكان واحد الاستاذ الله يرحمه استاذ تفاسكا، فقال لي دابا شرب كتب في العدد الاول على الرياضه، شكون اللي فيكم يكتب على الرياضه؟ حتى واحد ما رفع يديه. هنا كتبان الصعوبه، وانا دائما كنأكد على واحد القضيه، ان الصحفي الرياضي راه من اصعب، يعني هو بالنسبه لي هو اللي متميز، هو اللي خصو يكون في الدرجه الاولى. علاش؟ انا اللي كنت كيتيديون في المعهد، هذا راه ممكن نكتب بحالي بحال الاخرين، ممكن نكتب على الثقافه، ممكن نكتب على السياسه، ولكن الا قلبنا الكفه ما يقدروش هما يكتبوا على الرياضه. وكنت كتبت واحد العمود راه باقي عندي في هذاك العدد الثاني على هذا المثال. هذا المثال وناخذوا هذه النخبه اللي قلت ديال الاعلام، ناخذوا مثلا السي بلعي، هذا هو واحد التجربه طويله في جريده البيان، ممكن انه لا طلبتي منه يكتب على المسرح غادي يكتب لك على المسرح، غادي تكتب على يعني اي توسكي كولتيغال يقدر يكتب عليه. طلب نفس الشيء من الدكتور موصيف من سي مسام الدين، يقول لي غدوز الصفحه ديال المجتمع ممكن انه ينجح، ولكن الا طلبنا من هذوك الصحفيين اللي تيشتغلوا في الصفحات الاخرى غنقول لي غتكتب لي على الرياضه ولا هذا، ما يقدرش. هذا هو هنا يعني بالنسبه للصحفي دوز واحد الفتره ديال الظلم وديال الجوع على مستوى الاجر على مستوى الأهمية. وحتى أنا أول تجربة اللي درست واللي كان في التخصص سمحوا لي بقيت بليزي في زغور ديال ملي أنا كان عندي واحد المصدر ديال الفخر هو أن كنت أول مغربي اقتحم هذا المجال ديال البحث العلمي في الصحافة الرياضية. أظن هذيك الوقت ملي كنت أنا كنوجد البحث حنا كنكونوا مثلا طلبة، أنا تنحكي لكم هاد الحكاية باش تاخذوا واحد الفكرة على هذاك الظلم اللي عاشو الصحافي الرياضي. كنتكلموا مثلا كيقول واحد يقول لي أنت علاش ندير البحث، يقول لي ندير الثقافة ولا هذا، واحد يقول لي مثلا على شي حاجة شي موضوع، يقول لي أنت شرق على درتي، يقول لي الصحافي الرياضي، يقول لي لا ما ساهل، يعني سي فاسيل لقيتي بحث، تنقول لي شوف أجي نتناقشوا، أجي نتناقشوا، كيفاش ساهل؟ هذيك على ليبوك الجرائد كلهم 100% تيبيعوا الجرائد ديالهم عن طريق الرياضه، 70-80% الجرائد باش تتباع عن طريق الرياضه. تقول لي كاين شي بحث هاد الناس اللي تيبيعوا هو تيبيع الجريده، واش عنده شي اهميه؟ واش وقع عليه شي بحث؟ واش هاد الصحافه عند كاين شي واحد اللي يشتغل على التاريخ ديالها؟ تيقول لي لا. ملي كندخلوا في النقاش كتبان الاهميه ديال الموضوع. بالنسبه للتكوين، هاد الصحافه الرياضيه منين تيجي؟ ما كاينش واحد كيكون صحافي رياضي،
لا معاهد خاصه ولا معهد، ولكن معهدنا معهد عمومي. حتى الصحفيين اللي كنلقاو من ديال الجيل ديالنا هنا راه واحد كنكونهم حتى داخل المعهد. يعني الصحفي اللي كان اول مؤسسه عموميه اللي كانت الوحيده في المغرب راه واحد، حنا ما كناش كاين شي واحد كيبقى لك الصحافه الرياضيه ديالو غير هو داك لاباسيون اللي هضر عليه السي بلعيد في الاول، داك لاباسيون ديال السبور. انت ملي كتمشي تدخل الصحافه وعندك ديجا لاباسيون بار السبور كتمشي كتقتحم هذاك المجال وكتكون راسك مع التجارب ومع هذا كتوصل لواحد المستوى. وصلت الوقت ولا مازال؟ انا كنظن صفقه في المغرب. انا عندي بزاف المحاور، ومهم انا سعيد باش نتكلم قدامكم مع النخبه. وبني بزاف الصغار اللي تقلقتي قبيله وحنا تقلقنا معك، ولكن انت راك اسم كبير وانا شفتي راه تفرجت فيك بليكس الطفل الصغير. وبغينا نختم غير كما قال سي سعيد، ان شاء الله قبل ديال هذه السنه غادي واحد الكتاب اللي غادي يكون هو هذا البحث اللي كدرت عليه ديال الصحابه ديال المغرب باش نرجعوا سميتو للتاريخ ديال الصحابه ونعرفوا كيفاش بدات والناس اللي اسسوها اللي خصها تطلب الاعتبار. شكرا. شكرا للسيد كمال البيبي على جميع الجهودات والذي يتكبد دائما اعلاء السفر بالحضور معنا في جميع المناسبات. نطلب كذلك من السيد عبد اللطيف المتوكل فليقبل هذه الهدية البسيطة عبر الإلكترون. نطلب من السيد منصف اليزري أن يتقدم ليأخذ هديته. وشكرا للسيد منصف اليزري على ما قدمه. شكرا. نطلب من السيد سعيد رزقي الكونسلتان الصوتي ومؤطي طلب بلاد المغرب. محمد شروق كذلك. شكرا لمحمد شروق على هذه المداخلات القيمة. ونطلب من السيد غاندي أن يتقدم. السيد غاندي زرناه في مدينة برشيد وكان مبتسماً وكان ضاحكاً. فليقبل هذه الهدية تذكاراً من المعهد العلوم الرياضية. هكا السي سعيد دورنا. دورنا السي سعيد. نطلب كذلك حضور السيدين أحمد بدعي وعبد الهادي رزقون. شكرا احمد الفاعي وشكرا للسي عبد الهادي راسو على هذه انا يمكن من حضور الكريم. السفينة ديال البداية. يلا جمهور. عراقي 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 عبد الطيف. عبد الطيف.
حق Thank you.
beaucoup. Depuis l'arrêté de jouer, ils dorment beaucoup. والميدالية الأخيرة من نصيب مدرب فريق جمعية الرياضة وصدقة من نصيب عبد الحق سبع وله السيد شكري. ثم ميدالية أخيرة كذلك من نصيب حكم المقابلة يسلمها الميدالية السيد راج. أنادي على آخر ميدالية ستسلم للاعب الدولي الكبير سيد خالد رغيب، فليتفضل لتسلم الميدالية. سي خالد تفضل معنا. سي رغيب يلا 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 اومبا 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 يلا اقرب فيلم بقى عندنا يلا تسلم سلم لها بعيد المكان يلا اثمانية يلا الميدالية اللي زمو في سور مشق يسلم له الميدالية. أجوا الإخوة أجوا الأستاذ راج سعيد ميدالية من نصيب مدرب فريق خالد رغيب. برافو شكرا لكل من ساهم في هذه الحفلة الرياضية المتميزة بين فريق الائتلاف الرياضي ستات برشيد وفريق جمعية رياضة وصداقة. إذا الصورة أكيد ست فريق جامعه الحسن زكريا بن زين كما تحرر جمهور زكريا. برافو عبد الطيب عطار اين انت يا سي عبد الطيب. برافو عليك سكون على سي عبد الطيب. احمد نجم الدين اين انت سي احمد نجم الدين. برافو عليك تحيه سي نجم الدين. سي سواري حسن برافو عليك تحيه سي سواري. سي عبد العالي الدار تفضل تحرر. وحارس المرمى ومن لا يعرفه تفقات حرة لحارس المرمى حارس فريق جامعة حسن الأول دون أن ننسى كذلك لاعبي الاحتياط تفقات جماعية لفريق الاحتياط وفريق الأول. سأذهب لفريق الثاني. الهدف الأول لفريق جامعة الحسن الأول. بالنسبة لفريق الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين الحارس عزيز بخباز صاحب راديو أصوات بزي رقم ثلاثة حاتم كابو كاب فانكات شفيق الزهراوي جريدة فانكات محمد بن عود بزي رقم ستة رئيس تحرير موقع 360 استحمال بزاي رقم سبعة الرياضية وفي الاحتياط حمزة رزقي البطولة وعبد الجيد صبان جريدة
الأنباء المغربية. السي عبد الطيف متوكل رئيس الرابطة المغربية للصحافي الرياضي. السي مصطفى ميت سبور. مرحبا بك معنا. تحرى الفريق الصحفيين الرياضيين. فوالا قليل. وصفونا كذلك على السي عبد الطيف طابو المصور راه في لوكوا. برافو. وصفقوا على راسكم حتى انتم. برافو عليك. See?